السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا على خير وبخير، ويلقاكم هذا الفيديو يا ربي الحبيب أحسن ما يكون. اليوم جيت نكمل معكم التتمة ديال الرشيمة بالتقيب اللي كنا خدمنا من قبل. الطريقة الصحيحة باش تكويو البنات الرشامي كاملين ديال التقيب ديالكم. طبعا أنا كيسبق لي وقلت في فيديوهات آخرين، اللي متبعني راه طبعا غادي يكون شاف الفيديوهات اللي سبق لي وهضرت على ان تقيب البنات ما كيكونش في الوجه باش ما يبقى لناش الحراق، كيكون في الظهر. طبعا بحال هكا كتقلبوا، والبنات اللي اول مره يشوفوا القناه ما ينساوش يشتركوا باش يوصلهم كل ما هو جديد، ولايك لايك لايك البنات الفيديو باش تشجعوني نعطي اكثر. البنات هذه اللي عمرها ما شافتها اول مره تشوف الفيديو، هذه الكاويه البنات اللي باقا ما خدماتش، يعني باقا ما خدماتش وما عرفتش شنو هي هذه، يعني باقي ما وصلتش للمرحله ديال انها تخدم التقيب ويعني والانواع ديال الطرز كامل. هذه البنات الكوايه الكواي كوايه، كل واحد كل مدينه على حسب. نبداو على بركه الله تتم الرشيمه ديالنا اللي تشاركت معكم طبعا الخدمه ديالها. هانتوما البنات انا غنكوي هير بالراس ديال الكاويه باش ما كنخشيش لداخل، علاش كنخاف لا مثلا تكون عندي داك الكحوليه في الكاويه. هو طبعا دابا ما كايناش، ولكن ملي كتبقى كتعمر كتكوي وتعاودو وتعاودو. انا راه باش نصور البنات راه تنكوي بهذه الطريقه ماشي سليمه، خصكم ضروري تحبسوا في شي حاجه، تشدوا التوب في شي حاجه. انا غادي نشد التوب في شي حاجه وغادي نكملوا مع بعضياتنا. هانتوما انا حبست في الماكينه، درت هوت لي براد الماكينه باش نقدر نكوي على راحتي دابا مزيان. هانتوما غير شريطه هاد الوريقات هادو، غير شريطه صغيره، نتمنى ان يكون كيوضح ليكم. هانتوما يلاه كنقيسو البنات بحال هكا. هانتوما واخا كتلاحظوا انا شويه ديال الكحوله من الفوق راه ما كاينش في الوجه البنات، غتشوفوا معايا في الاخر. هذاك هي هذاك هو السبب اللي كنقول لكم ان خاصكم تكويو على الظهر. اي اخت كتفرج فيا وعندها خديمه ديال التقيب تكويها على الظهر باش ما تلقاش مشاكل ديال انها كتحرق ليها الطرزه ديالها. ودائما البنات كما كنقول لكم راها كتعمر لينا هاد الكاويه بالحراق طبعا، وغنغسلوها بحال هكا. انتوما البنات هاد الطريقه هادي كتجي طوب، كتجي من اروع ما يكون. هي فيها شويه ديال الخدمه حيت الخدمه بالرقيق، فيها شويه ديال الخدمه ولكن راها تجي من اروع ما يكون. هانتوما نتمنى ان تكون كتوضح لكم الصوره، غادي تشوفوا التتمه ديال الرشمه اللي كتجي من اروع ما يكون. البنات هادي راه رشيمه ديالي، يعني ما جبتهاش من مواقع التواصل، يعني رشمه ديالي انا، وهذه هي الحاجه اللي كتميز الطرازه انها تكون شنقول لكم تكون ديما كتخترع رشيمات دياوله. انا تعمدت انني نكمل معكم هذا الرشيمه باش البنات اللي بغاو يستافدوا منها، اللي بغات تصورها. نتوما غنكحزوا شويه، نتوما نكحزوا عاوتاني هنا باش يشد لينا، نزيدو نكحزوا بحال هكا. هاد الورده ما عندناش فيها الكوي بزاف، عندنا غير شويه، نبقاو ماشيين بحال هكا هكا افضل
كتجي سهله احسن. انا كنت كنزيد عليكم هكا باش تبان لكم مع الكاميرا، ولكن دابا نقرب لكم الكاميرا ونخدم في على راحتي فوق الطابله ديال الماكينه. هانتوما البنات، الا لاحظتوا هذاك الشيء كامل اللي خدمناه ها هو كان تقبوه. هكا على الظهر كيبقى لنا داك الكوي كيبقى في الظهر، في الوجه ما كتجيش حتى نبشه وحده في الوجه. هكا تتخدمي وانتي مرتاحه بانك غادي تخرج لك الوجه ديال القرزه صافي 100%. البنات انا دائما معكم بالجديد، تنتوما ما تنساونيش من لايك الفيديو اللي كتعلم وباقا في المراحل الاولى وكتشوفني كنقول لها الله يكمل عليك بالخير والله يوفقك لكل ما هو خير يا ربي امين. وكنقول لها زيدي راه ماشي ما توقفيش، ما تقوليش ما صدقاتش، ما تقوليش راني ما صدقتش الحاجه، راه ما غاديش نكمل عليها، لا كملي وكملي وكملي وان شاء الله بدات كتعطي الكحوليه وان شاء الله غادي تزيدي للقدام. هادي الا لاحظتوا ان هادي ورقه حتى هي بتدوار المرمه حتى هي راه جاتني مسدوده، ولكن المهم راه الثقبه غادي تجي واضحه. نتوما غادي تشوفوا المرحله الاخرى، نتوما ما بقالناش بزاف هي كيجيو فيها هاد الكاروات هما اللي فيها. ولا لاحظتوا انا الخدمه ديالها كامله رقيقه، خدمتها بحال الشغل ديال الماكينه الصغيره. هذه هي الخدمه اللي كانت قديمه، كان الخدمه رقيقه طبعا، راه اي حاجه دازت زمان راه كنرجعوا ليها طبعا. شكرا شكرا جزيلا للبنات اللي كيتواصلوا معايا، شكرا اللي كيخليو ليا كومونتير كيفرحوني به بزاف، شكرا للبنات اللي كيتواصلوا معايا في الفيس، شكرا لهم بزاف بزاف حيت كنلقى واحد الفئه كبيره كيتواصلوا معايا. الله يجازيهم كل الخير، الله يجازيهم كل الخير يا ربي امين. كيشجعوني كيرفعوا لي المورال انني نزيد نعطي اكثر. حنا سالينا البنات، نتوما الا لاحظتوا ها هي بقى لنا وحده هنا، هاد الورقات جاو مسدودين الا درتهم صغيورين، الا لاحظتوا ان الخدمه كامله درتها صغيره. ها نتوما البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الرشيمه ديالنا. اللي بغات تسكريني الرشمه وتخدم عليها ها انا غنخليها لكم واحد شويه قبالتكم. البنات اللي مازال ما اشتركتش في القناه تشترك وتفعل الجرس باش يوصلها كل ما هو جديد. كاين الجديد باذن الله. البنات ما تنساونيش من لايك 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 الفيديو باش تشجعوني نعطي كثر، وباش تشجعوني دائما نكون معاكم. واللي بغات شي حاجه تواصل معايا 100,000 مرحبا، انا دائما رهن الاشاره لاي سؤال واي اخت بغات يعني اي امر تستفسر عليه 100 مرحبا. المهم كان هو هذا الشكل النهائي ديال الرشيمه ديالنا. البنات ما تنساوش ديروا لها سكرين باش تخدموا عليها. الا لاحظتوا معايا انا نسيت واحد الحاجه، انا دابا كنشوف فيها حتى كنقابل الطوق مع الطوق، عاد بانت ليا ان شوفوا هادي باقي اختها هنايا راه خاصني نكملها. دابا ان شاء الله غادي نكملها دابا قبل ما نجمع الجلابه ديالي. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الجلابه ديالنا اللي كتجي طوب طوب طوب، كتجي بلديه، كتجي رقيقه، خدمه كتجي تحفه البنات. الواقع خاصكم تشوفوا المباشر، مباشر
عرفتي الخدمه رقيقه، راه ما كاينش ما احلى منا، ما كاينش ما احلى منا، ما كاينش ما احلى منا. البنات ما تنساونيش من الكومنتير الزوين باش تشجعوني، ومن لايك 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 الفيديو البنات، وسمحوا لي بزاف طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.